نسمعوا الأنشودة مع بعض. عاد أذيني الداري. يلا عاد أبي للداري أنشودة قديمة بزاف كنا احنا غنوها. عاد أبي للداري ها من عمل النهاري تعقلوا عليها. يلا نشوفوا. وقلت أبتاه ها أعانك الإله أو باركك الإله أو حفظك الإله. شكون اللي حافظها هذه الأنشودة؟ شتي هانتي على بالي بلي حافظه كاع الاناشيد، ولكن هاد الانشوده قديمه الجيل تاع دروك ما يعرفوهاش بزاف. نوصيكم تروحوا تسمعوها، انشوده بزاف شابه على الاب، الاب اللي ضل يخدم باش يجيب لنا قوت اليومي. يلا نرفعوا اللوحات ونشوفوا الاجابات. باركك اعانك. لو كانوا نقولوا وقلت ابتاه اعانك الاله، ولا نقولوا وقلت ابتاه باركك الاله. اجابه صحيحه تاء الفريق الاخضر اعانك الاله. هكا تولي 10 نقاط لخمس نقاط. يلا تفضلوا معايا لهنا. هكا كملنا الفقرات تاعنا بفوز الفريق الاخضر.